سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ لاباس؟ كل شيء مزيان؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا في العنوان، جبت لكم واحد الوصفه زوينه بزاف بزاف ومفيده للناس اللي كيعانيوا من الاكزيما ديال اليدين والرجلين. غادي نهضر مهم بين قوسين على الاكزيما اللي كدير القشره، ماشي الاكزيما اللي كتكون مفلحه، حيت هذا المرض هذا فيه بزاف ديال الانواع. انا اليوم جيت نهضر على الكزيمة اللي كتكون دايره القشره، اللي كتكون دايره القشره في اليدين، في الرجلين، هنايا في الصباع. المهم هذا المشكل هذا بصراحه عانى منه الوالد ديالي، وعانى منه سنين واعوام، وداوى عند طبيب، دار بزاف ديال الحاجات، ولكن ما لقاش نتيجه. ولكن بهذه الوصفه هذه صراحه انا ما عرفتش شكون اللي وراها لي. هذه الوصفه هذه دارها تقريبا مره ولا ما عاد جوج ديال المرات، حيدات ليه الكزيما بصفه نهائيه، ما بقاتش نهائيا كدور في كانت عنده في يدو، ما بقاتش نهائيا كدور ليه في يدو، لدرجه انه كانت دايره ليه كانت ستريسيا، يعني كيبقى يحك ديك القشره، كدير ليه الازعاج صراحه، كتنوض ليه هكايا، كتبقى تكون باينه. بزاف ديال الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من هذا المشكل هذا، وداووا عند الاطباء وداروا بزاف ديال الوصفات، ولكن ما لقاو حتى شي نتيجه اللي مرضيه صراحه، واللي غادي تحيد لهم هذا المشكل هذا. وبصراحه صراحه بابا لح عليا على انني نحط هذه الوصفه هذه ونشارك معكم هذه الوصفه هذه، وباش حتى الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل هذا يعني يجربوها، ويعني ان شاء الله يكون العلاج. وهذا الشيء كامل في سبيل الله، يعني ما حنا غادي نوريكم غير داكشي اللي كنجربوها كيف، يعني كنجربوها هكا في حياتنا. وهذه الوصفه هذه راه جربها بابا، قلت لكم مره ولا جوج، حيدت لي الكزيمه، حيدت لي داك المشكل بصفه نهائيه. مهم بلا ما نطول عليكم، بالنسبه لهذه الوصفه هذه فيها ثلاثه ديال المكونات، نقولوا ربعه ديال المكونات، لان كاين واحد المكون هو باش غادي نخلطوها. هاد المكونات هادو متواجدين البنات، المهم هذا الفيديو البنات والعيالات والامهات والرجال وكل شيء كاع اللي كيعانيوا من هذا المشكل هذا. بالنسبه لهاد المكونات قلت لكم راهم كاينين متواجدين عند العطار، ما غتجيبوهمش نتوما من شي دوله، ما غاديش تجيبوا هاد المكونات من الفارماسيا، لان ما غاديش ماشي دواء، ماشي مكونات، مجرد اعشاب اللي غادي تلقاوهم عند العطار، يعني متواجدين وبثمن رخيص البنات. شنو هما هاد المكونات هادو؟ عندي هنايا اول مكون اللي هو الشيح، الشيح غادي تلقاوه متواجد البنات عند العطار، هذا هو الشكل ديالو، كيفاش يعني كتشوفوه كيكون فيه عويدات، هو بحال شي حاجات صغيورين هكا مكورين. المهم غادي تلقاوه عند العطار، كتاخذوها البنات كطحنوه كما كتشوفوا، كتحصلوا على يعني غبره، كيولي غبره، كطحنوه كيولي غبره، الريحه ديالو زوينه صراحه. مهم اول مكون اللي هو الشيح، ثاني مكون اللي هو الشبه، الشبه كاينه هي عند العطار، اما كتلقاوها هكا حجره، اما كتلقاوها مدقوقه. المهم نتوما غادي تاخذوها غبره، لان حنا كلشي بغيناه يكون بودر، باش هكا نسهلوا على يعني الوصفه، نطبقوها على البلاصه اللي فيها الكزيما يعني بشكل مزيان، ما نجرحوا ما حتى شي حاجه. ثالث مكون البنات اللي هو الحنه، حنه غبره، ولكن البنات ما تاخذوش ديك الحنه اللي مثلا كنديروها في النقيش ولا لا، خذوا الوراق ديال الحنه كما كتشوفوها هي بودر، خذوا الوراق ديال الحنه، اما يطحنهم ليكم العطار، اما نتوما كتاخذوهم وتطحنوهم على يديكم. رابع مكون اللي غادي نخلطوا به هاد المكونات هادو اللي هو الخل البنات، الخل اللي كنطيبوه به، كنديروه في لي سالاد ديال الماكله، خل عادي هو هذا. المهم كناخذوا معلقه كبيره كما كتشوفوا، هاي المعلقه، يعني كنوريكم كل شيء اون ديتاي يعني باش تكونوا عارفين. كناخذوا معلقه من كل حاجه، كنديروهم في شي زليفه كما كتشوفوا، انا درت معلقه ديال الشيح، معلقه ديال الشبه، ومعلقه ديال الحنه كما كتشوفوا. غادي نخلطوا هاد المكونات بالخل البنات، انا غادي نخلط، المهم غادي نخلطوا، كتخلطوا بحال كتخلطوا يعني الحنه يعني بشكل عادي،
غادي نخلط صافي، وكتطبقوها على البلاصه اللي فيها الكزيمه او البلاصه اللي فيها هذا المشكل هذا، اللي هو بصراحه فطريات صراحه كيتكونوا في اليد وكيتكونوا في الرجل كيتكونوا في الظفار حتى همايا. مني كديروها كديروها بحال الشكل ديال الحنه. المهم انا غادي نخلطها ها نتوما، هي راه حنه والريحه ديالها الريحه غزاله صراحه، الريحه فنه بحال الحنه، يعني بحال غادي تخلطوا الحنه كما كتشوفوا. صافي كتطبقوا الوصفه على البلاصه اللي كتكون فيها، انا نديرها في يديا بحال غادي نحني، كتطبقوها هكا على يديكم كما كتشوفوا البلاصه اللي كتكون فيها الكزيمه، ديروها على يديكم كامله ماشي مشكل، هي ما غادي تطلق لا لون ولا حتى شي حاجه. صافي وكديروا السلوفان البنات، بنات وعيالات ورجال وكاع اللي كيعانيو من هذا المشكل، كديروا السلوفان بغيتو تباتوا بها باتوا بها، بغيتو غير يعني تبقاو بها مثلا، المهم الاحسن ديروها في الليل وديروا السلوفان وتباتوا بها من الاحسن، ما ديروهاش نتوما يا بنهار لان كتقدروا تبغيو تخدموا شي حاجه اولا تاكلوا اولا، من الاحسن ديروها في الليل قبل ما تبغيو تنعسوا وديروا السلوفان ونعسوا بها. لغد ليه ان شاء الله ما غادي تبقى حتى شي حاجه، داوموا هذه القضيه هذه، داوموا هذه الوصفه على الاقل المده ديال 3 ايام البنات، ما غاديش نقول لكم شهر ولا عام ولا، غير 3 ايام داوموها وردوا عليا الخبر قسما بالله الا بابا ما بقات فيه حتى شي حاجه. وكما قلت لكم لح عليا على انني نحط هذا الفيديو هذا ونشارك معكم هذه الوصفه هذه، لانها بصراحه نفعات وبزاف بزاف، ومن هذا الفيديو هذا بصراحه انا ما عرفتش شكون اللي ورا هذه الوصفه، ولكن كنشكره بزاف عليها لان بصراحه بابا عانى بزاف من هذا المشكل هذا، لدرجه ان هذا المشكل هذا او هذه الكزيمه هذه كانت كدير لي ازعاج في حياته، كيبقى يحك شحال بصراحه خايبه، تبقى تحكي 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 البلاصه كتحمر، هذيك البلاصه اللي كتحكي راه بهذوك الضفار اللي كتحكي كتعادى، يعني الا كانت فيك الكزيمه هنا وحكيتي بضفارك ما فيهم والو غادي تعادي ضفارك، يعني الفطريات كينتقلوا. المهم البنات كنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم، باش بلا ما نطول عليكم لان جا الفيديو شويه طويل، بلا ما نطول عليكم كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا، وما تنساوش البنات عفاكم خليوا لي لايك، خليوا لي كومونتير، خليوا لي يعني المهم تعليق ديالكم وداكشي كاملين، راني كنقراهم وكنجاوب عليها كلشي كلشي كنجاوبو، ما كنخلي حتى شي واحد، كلشي كنجاوبو. شكرا بزاف على التعاليق ديالكم، وشكرا بزاف 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 للناس اللي وصلوا القناه ال1000 مشترك، شكرا بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله نكملوا ال100000 مشترك علاش لا. شكرا لكم بزاف بزاف، تابوناو عندي في لاشين اللي عجبو المحتوى لاشين ديالي، انا باقا محنيه ها اللي عجبو المحتوى لاشين ديالي يشترك عندي ويفعل الجرس، ضروري 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 تفعلوا الجرس باش يوصلكم الوصفات ديالي، وكنبغيكم بزاف بزاف، راكم ديما في القلب، بسلام عليكم.